ما بين العامين 2022 و2023 أنجز الحشد الشعبي مهام عدة يتعدى بعضها مهمته الأساسية في الميادين العسكرية، فإلى جانب العمل الدؤوب المستمر بألويته ومديرياته من رعاية عوائل الشهداء وجرحى المعارك وأحياء المناسبات الوطنية والدينية وربد المؤسسات الأخرى في الدولة بالمساعدة في إنجاح عملها. كان للحشد الشعبي أعماله الخاصة بحسب الظروف والمتطلبات والأحوال. على الصعيد الأمني أجرى الحشد الشعبي 380 عملية أمنية توزعت بين الموصل وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى وبغداد وكربلاء وذيقار، مع اعتقال 221 مطلوبا بأمر قضائي. كما سيطر على مخازن أسلحة وعتيدة استخدمها إرهابيون وخارجون عن القانون ضمن مئات قذائف الهاون والعبوات والصواريخ وعشرات المضادات والزوارق والعجلات المحملة بالمواد الممنوعة، إلى جانب تفكيك عصابات المتاجرة بالمخدرات. مع تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني تم إطلاق حملة خدمية واسعة تضمنت تعبيد الطرق وأصلاح الأقنية المائية وتأهيل الحدائق والمدارس وغيرها الكثير. ولأن الحشد الشعبي كانت له خبرة سابقة في العمل الميداني مثل مواسم الفيضانات أو حملة نهضة نينوى وسواها، كان فريق الهندسة العسكرية التابع للحشد ضمن اللجنة الخدمية التي شكلها السيد رئيس الوزراء. وقد تجلت الحملات الخدمية الواسعة للحشد الشعبي في بغداد والمحافظات من خلال تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق وإصلاح شبكات التصريف وتأهيل المدارس والحدائق، إلى جانب تأسيس معمل للمقاعد الدراسية بمعدل إنتاجي يصل إلى 2000 مقعد يوميا، هذا فضلا عن مساعدة الدفاع المدني في الكوارث والملمات مثل انهيار المباني والحرائق. يعاني العراق في السنوات الأخيرة من الجفاف وتقلص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج الزراعي، وبنظرة إلى مساحته المتروكة يجد الناظر الحريص على مصلحة البلاد أن هذه الأراضي يمكن استثمارها بمشروع زراعي ضخم يحقق المنافع الكثيرة، ومن ذلك دعم الاقتصاد المحلي وتنقية الأجواء والبيئة والحد من العواصف الرملية التي تزداد بازدياد التصحر. كان الحشد الشعبي أحد هؤلاء الناظرين، ووجد أنه يمتلك آلات وكوادر هي بالأساس مسخرة لخدمة الوطن كيفما كانت تلك الخدمة، فأخذ على عاتقه إقامة ذلك المشروع واختار أرضا شاسعة بملايين الدونمات أبرزها في محافظة المثنى لتكون أرضا مثمرة منتجة بدلا من جعلها صحراء قاحلة، فوضع خطة مدروسة عبر الخبراء الزراعيين وأوجد ما يلزمها من مياه وأساليب ري حديثة، وبدأ بالزراعة ليشهد العراق حصادا وفيرا آخذا بالزيادة والنمو في القادم من الأيام. فجر الاثنين 6 شباط 2023 ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا امتد إلى شمال سوريا ملحقا أضرارا فادحة وألوف الضحايا بالدولتين. سارع العالم لإمداد تركيا بالمعونة وتجاهل سوريا التي تعاني مرارات الحصار والحرب منذ 12 سنة، ليأتي الزلزال الأخير بمثابة الكارثة فوق الكوارث. إلى أبناء الحاج أبو مهدي المهندس، اليوم في سوريا صار زلزال قوي سبب تدمير وشهداء ومصابين وجرحى، أتمنى منكم المجيء. نحن أبناء سوريا البلد المنكوب جراء الزلزال والهزة الأرضية التي جرت، نناشد الحشد الشعبي بمد يد العون إلى سوريا. الحشد الشعبي خلال ساعات قرر التوجه إلى سوريا
ومد يد المساعدة إليها عملا بالواجب والمسؤولية والوجود حيث تقتضي الحاجة تماما، كما زرع القائد الشهيد أبو مهدي المهندس هذه الفكرة في الأذهان والقلوب. تم تخصيص مدينة الحمدانية الرياضية وسط حلب لتكون مستقر القافلة، أو يمكن وصفها بالقاعدة التي فيها غرفة العمليات والتنسيق والمخازن وقاعات تجهيز السلال الغذائية وغيرها مما حملته معها من العراق. المدينة الرياضية ذاتها كانت ملجأ لمئات العوائل الحلبية التي باتت ليال بلا مأوى عقب الكارثة. ومنذ صباح الجمعة بدأ العمل على بند العوائل المنكوبة باللوازم الأولية من مدافئ وغذاء وماء وغيرها. كما تم بناء مستشفيين في الموقع نفسه مجهزين بالأسرة والمعدات الطبية الأساسية وعشرات الأنواع من الأدوية المتوقع احتياجها بكميات كبيرة، مع إبقاء سيارة إسعاف في حالة استعداد تامة. أما آليات الهندسة العسكرية فقد شرعت بالعمل في مواقع الزلزال بعد تنسيق مع المحافظة ودوائر البلديات، يرافقها مجموعات الكيناين من مديرية المتفجرات بحثا عن الضحايا بين الأنقاض. خلال الأيام الأولى وصل عدد السلال الغذائية إلى 3000 تضم اللوازم الغذائية الرئيسية، ثم تطور العمل لتصل المساعدات إلى قرابة 10000 أسرة كل يوم. الحشد الشعبي في عام بين ذكرى تأسيس وأخرى تالية يسجل إنجازات تدل عن هويته وماهيته التي وجد من أجلها، لا مشروعا قتاليا ينتهي بانتهاء الحرب، إنما هو مشروع وطن وقد يعم خيره حتى خارج الحدود.